بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا بالفيديو السريع، اليوم انا موجود بالجميره، بالتحديد بنيكي بيتش. انا اسمي احمد، يلي بيتابعني اول مره على قناه الاوس، وبتمنى منكم بالبدايه الاشتراك واللايك، وبهي ارقام الواتساب عم تظهر معكم لاي استفسار. هنبتدي مباشره. على ايدنا اليمين هو الكيتشن، والكيتشن معمول نظام اوبن كيتشن على الصالون، وعم نشوف هون المطبخ معمول من خشب الهاي كلوز، ومعمول فيه كل التجهيزات اللي بتطلبها اللي بيتطلبها اي مطبخ ضمن الشقه. عم نشوف هذا الباب بدخلنا مباشرة على غرفة الخادمة، وعم نشوف باب خارجي رقم 2. الشقة مؤلفة من بابين، وعم نشوف هون غرفة الخدم. مساحة الشقة 2400 سكوير فيت، عبارة عن 3 غرف نوم، 5 حمامات، مع صالون، مع غرفة الخادمة، مع البلكون. عم نشوف هون غرفة السفرة، وحنطلع مباشرة نشوف التراس أو البلكون الخاصة بهي الشقة. طلعت مباشرة على البحر، عم نشوف هون مساحة البلكون، وعم نشوف هون الإطلالة، ولا أروع من هيك. طبعا نحن موجودين بجميرة بنيكي بيتش، وعم نشوف هون المساحة بالكامل مع الإطلالة. هنرجع على الصالون ونكمل جولتنا، وعم نشوف هون الزاوية الثانية من الصالون. طبعا البيع مع الفرش، سعر حاليا بالسوق العقاري 14 مليون درهم. لأي استفسار ممكن تتواصلوا معي مثل ما قلت لكم على أرقام الواتساب الخاصة فيني. وعم نشوف هون الصالون من زاوية مختلفة. هندخل نشوف غرف النوم المخصصة بهي الشقة. مثل ما قلنا هي عبارة عن 3 غرف نوم ماستر روم، وعم ندخل هون مباشرة على الغرفة رقم 1. طبعا مساحة الغرف مثل ما عم نشوف كبيرة، ومساحة الشقة كمان كبيرة 2400 سكوير فيت. اطلالات الغرف بالكامل على البحر مثل ما عم يظهر معنا، وعم نشوف هون الغرفة من زاوية مختلفة. وحندخل على ايدي اليسار نشوف الحمام الخاص بهي الغرفة، وعم نشوف هون الشاور الخاص بهذا الحمام، وعم نشوف هون اليونت مع القعدة. مساحة الحمام كمان حلوة ومقبولة. هنكمل جولتنا. لأي حدا حابب يستأجر بمدينة دبي، عندي بجي بي ار، عندي بمارينا، وعندي بجميرة. لأي استفسار ممكن تتواصلوا معي على أرقام الواتساب. دخلنا لهون على الغرفة رقم 2، كمان نفس الإطلالة، عم نشوف مساحة كمان كبيرة للغرفة. مثل ما ذكرنا البيع مع الفرش، وعم نشوف هون الإطلالة، ولا أروع من هيك. متاح عنا شقات بالسيتي ووك كمان، لأي حدا بيحب يستفسر ممكن يتواصل معي على الأرقام الخاصة فيني، وعم يظهر معكم رابط بأعلى الشاشة. عم نشوف هون الحمام الخاص بهي الغرفة، موجود من ضمنه بانيو مثل ما عم يظهر معنا، وعم نشوف هون اليونت، وعم نشوف هون القعدة مع الشاور. كمان عرضنا فيلا بالجي في سي، للي ما شاف الفيديو ممكن كمان ياخذ الرابط بأعلى الشاشة. سعرها كتير مقبول، ستاند الون، مساحتها 5600 سكوير فيت. وعم نشوف هون الغرفة الأخيرة رقم 3، كمان مثل ما ذكرنا الإطلالات كلياتها مشابهة للغرف كلياتها. ومثل ما ذكرنا الشقة عبارة عن 3 غرف نوم مع 5 حمامات، مع غرفة خادمة، مع الصالون، مع البلكون اللي شفناه ببداية الفيديو. وعم نشوف هون الدريسنج الخاص بهي الغرفة، وعلى ايدي اليمين كمان عم نشوف هون الحمام الخاص فيها، كمان بانيو مع الشاور. وعم نشوف هون اليونت والقعدة. بتمنى تكون الشقة نالت اعجابكم. تذكرة سريعة، 3 غرف نوم، 5 حمامات، غرفة خادمة، المطبخ مع الصالون مع البلكون، 2400 سكوير فيت. هي كانت شقتنا اليوم بنيكي بيتش، بالتحديد بالجميرة. لأي استفسار مثل ما قلت لكم عن طريق رقم الواتساب. وحنشوف الحمام الأخير، وهو حمام الجيست. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لا ننسى اللايك والاشتراك بالقناة. وهذا هو حمام الجيست الأخير الموجود معنا بهي الشقة. شكرا للمشاهدة.